أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علمنا سبحانه البيان ومن علينا بالمعاني والبديع وأنعم علينا بخير رسول فهو النبي الشفيع. وارض اللهم عن أصحاب النبي الذين جمعوا بين الفصاحة والبلاغة فكانوا أئمة بلغاء وكانوا روادا فصحاء، اكتسبوا البلاغة والفصاحة من سيد الأنام الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. ارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنحن مع علم البديع، وهو علم جميل يؤتى به لتحسين الكلام ولتجميله، ويكون بعد رعاية مقتضى الحال. فإن كان الكلام خاليا من مقتضى الحال وأوتي بالبديع كان البديع في غير محله، ويكون كالضرر المعلقة على أعناق الخنازير. وينبغي في البديع ألا يكون متكلفا، فمثلا خذ مثلا السجع، إذا كان السجع متكلفا أدى بصاحبه إلى أمور غير محمودة، كما مدح رجل أحد الولاة بمدينة يقال لها قم، فقال: أيها الحاكم بقم، قد عزلناك فقم. ومن هنا خرج عن المراد. كما أحب أن أشير إلى أن هذا العلم اعتنى به العلماء، فمنهم ابن المعتز، ومنهم الشيخ صفي الدين الحلي، فله بديعية جميلة صاغها على نهج البردة، وكذلك الشيخ جلال الدين السيوطي له بديعية جميلة جمع فيها الكثير من أنواع البديع. ثم توالت البديعيات، فجاءت السيدة عائشة الباعونية ولها بديعية جميلة، كما جاء الشيخ الجزائري وله بديعية رائعة، ومدح بعضهم السيد المسيح عليه السلام في بديعية جميلة. وهكذا توالت البديعيات. ونحن نتكلم عن المشهور من البديع، فنتكلم عن الطباق. يقول صاحب المنظومة رحمه الله تعالى، وأحب أن أبين لكم قبل أن أشرع في المقصود، أن هذه المنظومة من بحر جميل هو بحر الوافر، وهذا البحر تستريح لموسيقاه وتعجب بأنغامه، وهو مفاعلة 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 مفاعلة،
إلا أن العروضة وهي آخر المصراع الأول تأتي دائما مقطوفة، والقطف هو حذف السبب الخفيف من مفاعلة نحذف تن فتصبح مفاعلة، ثم نسكن الخامس وهو اللام، وتسكين الخامس يسمى عصبا. فإن جمعت بين الحذف وبين العصب سمي ذلك قطفا. وكما قلت لكم هذا البحر تغنى به الشعراء واهتم به الأدباء، وهو كثير في الشعر العربي. وصدق من قال: كفاكم يا بني الزهراء فخرا، ذا ما قيل جدكم الرسول، أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. والتقطيع هكذا: كفاكم يا، رددوا معي، كفاكم يا بني الزهراء إفخرا، إذا ما قي لجدكم الرسول، أبوكم فا رسول هيجاء علي، وأمكم المطهرة البتول. نقول بعون من الله تعالى ونقرأ المنظومة من أول علم البديع. اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة ورد الربيع في البيان والمعاني والبديع في علم البلاغة. علم البديع. الطباق. بديع إخوتي منه الطباق، كأضحكني وأبكاني الرفاق. يعني أن من البديع الطباق، وهو الجمع بين ضدين. بديع إخوتي منه الطباق، كأضحكني وأبكاني الرفاق. والله تعالى يقول: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. والشاعر يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. وأنت ترى الطباق هنا بين الذل والعز، وهذا على سبيل التضاد. اقرأ معي قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهنا جمع بين أيقاظ ورقود على سبيل الطباق. ثم نتكلم عن طباق السلب ومعناه: أن تأتي بفعلين مثلا أحدهما مثبت والآخر منفي، وهما من مصدر واحد، كما قال القائل: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. والله تعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشون. فهذا هو طباق السلب. والقائل يقول: ومؤثرة الرجال علي ليلى، ولم أوثر على ليلى النساء. ومؤثرة الرجال علي ليلى ولم أوثر، مؤثرة ولم أوثر. فهذا طباق السلب. والشاعر يقول: لقد خرجت من الجثمان روحي، وما خرج السعاد من الخيام. وأنت ترى هنا أن الطباق بين خرجت وما خرجت. اقرأ تفضل. طباق السلب قد خرجت سعاد، وما خرجت من الحجرة وداد. طباق السلب قد خرجت سعاد، وما خرجت من الحجرة وداد. الطباق هنا بين خرجت وما خرجت، فهذا طباق السلب. تفضل.
مراعاة النظير فدتك نفسي كأقمار ونجم ثم شمسي. نعم. ومحبرة ومسطرة دوات وأقلام وأوراق أداة. يعني أن مراعاة النظير الجمع بين أشياء على سبيل التوافق والتناسب، من ذلك قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، فبين الشمس والقمر مراعاة نظير. وقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبين اللؤلؤ والمرجان مراعاة نظير. وقد أتينا بمراعاة النظير في المنظومة، فمحبرة البيت مرة أخرى، ومحبرة ومسطرة دوات. أيوة. وأقلام وأوراق أداة، وكلها من لزوم الكتابة، فهذا يسمى بمراعاة النظير. والشاعر يقول: سهري من المحبوب أصبح مرسلا، وأراه متصلا بفيض مدامعي، قال الحبيب بأن دمعك نافع فاسمع رواية مالك عن نافعي. فأتى هنا بأشياء، قال أولا أتى بالمرسل، سهري من المحبوب أصبح مرسلا وأراه متصلا، والإرسال المرسل والمتصل من ألقاب الحديث. ثم قال الحبيب بأن دمعك نافع فاسمع رواية مالك عن نافعي. هذه هي العنعنة، وتسمى هذه العبارة أو هذا السند يسمى بالسلسلة الذهبية، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. والشاعر يقول: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم، أحاديث ترويها السيول عن الحياء، الحياء يعني المطر، أحاديث ترويها السيول عن الحياء عن البحر عن كف الأمير تميمي. وأنت ترى هنا أنه أتى بعدة ألقاب وكلها من ألقاب الحديث: أصح الصحة، وأقوى القوة، ما سمعناه السماع، ما سمعناه في الندى من الخبر، الخبر المأثور منذ قديم، أحاديث ترويها السيول الرواية عن الحياء عن البحر عن كف الأمير تميمي، أتى بالعنعنة. وهنا أتى بشيء جميل، رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا ما يسمى بمراعاة النظير. وندب أحد الكتاب حظه فقال: جسمي أدق من مسطرة، وحظي أضيق من محبرة، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أشد سوادا من الحبر. وأنت ترى هنا أنه جمع أشياء: المسطرة، المحبرة، العفص مادة يصنع منها الحبر، والحبر، وكل ذلك من مراعاة النظير. فضل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.